وقت المتظاهرين من قال في واحد انه الخندق وهيدا من قال لهم شو احلى شيء بالخندق، قال لهم خاعات ابو عادي. هيدا المطعم هيدا بيوقع جغرافيا على خطوط التماس بين الشرقيه والغربيه. لقمتنا جمعت كل الناس بالسلم وبالحرب وكتبت عنا اهم الجرايد. كان بالحرب هون يعتمد اهل المنطقه هون لانه كانت منفصله شرقيه وغربيه، كل منطقه ما حدا في يروح على الثاني. يعني هلا انفتحت المناطق كلها على بعضها، هلا بيجوا لعندي من الجبل، من الشرقيه، من الغربيه، من كل المناطق بيجوا بياكلوا هون. بتجمع كل العالم هون بيقعدوا مع بعض بياكلوا، بيظهروا لبرا بيعملوا مشاكل. هذا المطعم تأسس هون 1960، نزل عليه جدي كان كمان بي صغير، نزل اتعلم المصلحة مع بيه هو وعمي، وأنا رجعت استلمت عن بيه هون، وهلأ أنا كمان عم بعلم أولادي. وعندنا مرادبين كبيس نحن من سنة الستين أيام جدي، بعضهم محطوطين بالمرادبين الضغط القديمين ومكتوب عليهم أي سنة هيدولي، يعني ما صالحين للأكل، صاروا منظر بس. أجابتك كم يا محمد؟ 600,000. ثلاث واق سودانية. نحن لحومنا بتجي كل يوم طازة الصبح، السودة، نخاعات، الهبرة، الكبة، نحن منصنعها، نحن بنعملها هون، وكل العالم تاكل منها نية قبل ما تاكل منها مشوية. بعده لهلا بي بيروح بيتسوق الصبح بكير، ستة منسكر كل شيء كل يوم بيوم، مبردات ما عندي تبيت فيه بضاعة، ستة بكون مسكر، يعني الله جبر جيب على قده وبيشتغل على قده، والحمد لله رب العالمين. هيدا الكل مع كل العمار هون تغير وتقدم وتساوى، الا محلي انا بعده مثل ما هو هون، يعني ما غيرت فيه شيء، وخليه هيك قاعدين تراثي احلى.